الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. ولدي لسه تليفونه مقفول. سليم فين؟ شوية وهيبقى عند أبوه. شوية قد إيه يعني؟ شوية صغيرين. عارفة زمان كنت عامل كيفك كده وكيف كل الخلق اتصربع على الدنيا وعاوز كل حاجة تحصل دلوقتي حالا، بس رميتي في السجن علمتني كتير كتير قوي، وكل فترة اتحبست فيها اتعلمت فيها جديد. يعني لما خدت إعدام في أول حكم وعرفت إني هموت ضاعت من عندي قيمة الدنيا، ولما بقيوا 25 سنة بعد النقد تعلمت إن مفيش حاجة فارقة، وغلطان اللي يخاف على عمره. ما أنا هو كتب لي عمر جديد أهو. ولما عرفت إنك اتجوزتي وأنا حواليا الحديد، حديد كتير مقفل علي النجري وأشق الأرض وأخرب الدنيا، الغل كمليني وكان قدامي حل من التنين، يا طق وأموت يصبر. واخترت إني أصبر وأصبر وأصبر عشان أفضل عايش في الدنيا اللي ملهاش قيمة، بالعمر اللي ما بقيتش أخاف عليه عشان أوصل لليوم ده، يوم أخذ الحق يا جليلة اللي ما وصلنيش ليه غير الصبر، الصبر اللي مخلينا سوا دلوقتي يا جليلة. يا ريتك ما تحملت ولا تعلمت ولا قدرت تعود نفسك عليه. ملعون ابو الصبر لو هو اللي طول في عمرك. يا ريتك يا اخي كنت مت في اول سنه حبس، كان الواحد حزن عليك فتره وعدت وكان فضل لك عندي بس الحلو، لكن انت صبرت عشان تبلي كل واولهم انا. صبرت عشان في الاخر تموت تبقى اللي قتلتك هي نفسها اللي حبتك. ولدي وصل بيت ابوه، انت ميت يا عساف.